المترشح محمد زياد الماهر على الدائرة الانتخابية جمال من ولاية المنستير يبلغ من العمر 45 عاما، متحصل على شهادة البكالوريا التقنية ويدرس المرحلة الأولى من التعليم العالي اختصاص إجازة إدارة أعمال بالمعهد العالي للترقية المهنية. يعمل مراقبا للمصالح المالية بالإدارة العامة لمراقبة الأداءات، ناشط في المجتمع المدني وخاصة في مجال الطفولة والشباب، ورئيس المنظمة الوطنية لشباب تونس، ونقابي وعضو في فرع جامعي لأعوان المالية والتجارة والإحصاء بالمنستير، ومنسق عام لتنسيقية السيادة الوطنية بالجهة، وهو أيضا عضو في منتدى تواصل الشباب العربي بدمشق، وعضو مشارك في أعمال اتحاد الطلبة العرب، كما كان لاعب كرة يد سابق بالنهضة الرياضية بجمال. تحصل على 1818 صوتا خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 29.29%. المترشح عبد القدوس إبراهيم على الدائرة الانتخابية جمال من ولاية المنستير يبلغ من العمر 27 عاما، متحصل على الشهادة الوطنية في الهندسة المدنية، وهو رئيس بلدية زاوية قنطش، ناشط في المجتمع المدني وناشط في المعهد العربي لحقوق الإنسان والمعهد العربي للديمقراطية. كان عضوا في منظمة تونسية تهتم بالوضع السياسي والشبابي والاقتصادي في تونس والعالم، وممثلا عن الطلبة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس، كما كان عضوا في المنظمة الدولية التطوعية لنشر السلام ومساعدة وتطوير الإمكانيات البشرية، وعضوا في الغرفة الفتية الاقتصادية، وقائدا في الكشافة التونسية بالجهة. تحصل على 1290 صوتا خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، أي بنسبة 20.79%. شكرا إيمان صيد، هكا تعرفنا على ضيفي هذا المساء في هذا الجزء الثاني من سهرتنا في برنامج نحو البرلمان الدور الثاني. نستقبل مرشحي دائرة جمال المنستير، سي محمد زياد الماهر، مساء الخير، مرحبا بك. نورتنا يا سيدي. سي عبد القدوس إبراهيم، مرحبا. نبدأ بالسؤال الأول معك سي محمد زياد الماهر، باختصار ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا وخط عريض على وطنيا كمترشح لعضوية مجلس نواب الشعب؟ شكرا، مرحبا، على بارك الله فيكم على الاستضافة الكريمة. البرنامج محمد زياد الماهر الانتخابي يتركز على نقاط أساسية وهامة، أهم نقطة متحمس لها ونحب نخدمها، وإن شاء الله كان وفقنا ربي نسعوا باش نخلقوا لها الإطار التشريعي نتاعها. مسألة شمولية التغطية الاجتماعية للمواطنين الكل، كل مواطن تونسي، والحق الآلي في التمتع بالنظام الصحي العمومي. المسألة الأخرى التحسين من الوضع المادي للأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون اللي هو حاليا أجر زهيد ومنخفض يعادل تقريبا 140 أورو. كذلك من النقاط الأساسية اللي طبعا يلزمنا نخدم عليها، واي مترشح للبرلمان في اعتقادي يلزم يخدم عليها، المسألة النقدية في تونس، مسألة البنك المركزي واستقلاليته من عدم استقلاليته، هذه مسألة يلزم توقع مراجعتها، لانه البنك المركزي معني بتطبيق سياسة الدولة التونسية، مش معقول انه يقعد مستقل عن إرادة الدولة. المسألة اخرى أساسية الفلاحة، باعتبار الفلاحة هي ركيزة وعماد السيادة الوطنية في تونس، ولذلك يلزم إيلاء الفلاحة. كيفاش؟ عبر خلق إطار تشريعي اللي يشمل أنواع جديدة متاع فلاحة. شكرا.
نحب نفهمكم قبل ما يبدا الجرس هذايا، يعني مازال 10 ثواني في رصيدك للكلام. نفس السؤال سي عبد القدوس ابراهيم، باختصار ما هي ابرز ملامح برنامجك الانتخابي وطنيا كمترشح لعضويه مجلس نواب الشعب؟ من اهم النقاط الموجوده في برنامج انتخابي وطنيا هي العمل على دعم الشباب وتكوينه وتأهيله باش يقدر يدخل في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الدولة. أهم نقطة كذلك هي العمل على تطوير التعليم والتكوين المهني ومجال التكوين المهني، خاصة دمج التكوين المهني في وسط التعليم. اليوم نشوفه في صغيراتنا عندهم برشا شارج متاع امتحانات، الصغير اليوم يعدي في أكثر من 15 امتحان في الأسبوع، وعنده أكثر من قريب 6 ولا 7 كتب ويوصلوا حتى 10 كتب نخدموا على انه نحن نقصوا ممكن الكتب اللي هي مثقله على كاهل المواطن التونسي اليوم وعلى كاهل الزوالي. 3 كتب نشوفهم كافيين اني بعد مساله الخبراء في مجال التعليم، معلمين في المدارس الابتدائيه نتاعنا وحتى في المدارس والمعاهد الثانويه نتاعنا، شفنا انه 3 كتب كافيين، كتاب يكون مهم يهتم بالمجال العلمي، وكتاب للغات، وكتاب للمواهب والهوايات. كذلك نركزوا على نحن ندمجوا من التكوين المهني داخل المدارس الاعداديه وداخل المدارس الابتدائيه وحتى داخل المعاهد الثانويه، في انهم يكون فما تكوين مهني وفما الصغيرات اللي عندها الابداع ونسيبوا صغارنا خلينا نستثمروا فيهم وخلي يسيبوا طاقاتهم الابتدائي وبرشا عليهم ان هما سوايع القرايه اللي هي بالحق ثقلت كاهل الصغار متاعنا. من غير ما ننسى العمل على التكوين المستمر للمربين متاعنا والمعلمين اللي هي حاجه ناقصه في الدوله متاعنا وفي بلادنا اليوم. كذلك المجال الاخر اللي باش نخدم عليه في برنامج انتخابي وطنيا هو اعداد وقانون ولا تشريع انه يكون ينظم المعاملات الماليه الرقميه كما الباي بال والكريبتو موني، وسيبوا شبابنا خليه يستثمر وحده، خليه يدخل في الفريلانس، خليه يخدم بالباي بال ويدخل فلوس من برا ويستثمر اليوم في المجال نتاع الفريلانس، خاطر بالحق عباد فدت وشبابنا فد واصحابنا فدت في من بلادنا وتحب تستثمر واحد. شكرا عبد القدوس ابراهيم، هذا رايك. نمر للسؤال الثاني، ما هي مقترحاتك سي محمد زياد الماهر لدعم قطاع الفلاحه والموارد المائيه بجهتك جمال المنستير؟ شكرا. كما كنت نحكي في المحور الاول، الفلاحه هي ركيزه، هي حامله مساله السياده الوطنيه واستقلال القرار الوطني. هذاك علاش يلزم إيلائها المساله هذه الاهميه الكافيه. كيفاش؟ مثلا عبر خلق اطار تشريعي ينظم الزراعات المائيه والهوائيه، الزراعه الجديده هذه اللي توفر المياه، وكذلك هي زراعة 2.0، زراعة ذكية تستهوي الشباب. عنا شباب طموح في تونس بدأ يخدم في المسألة هذه. أن نحلم أن جهتي شباب جهتي يقبل على المسألة هذه، خاصة كي نخلقوا له إطار تشريعي ونعطيوه الامتياز الضروري للمسألة هذه. كذلك في مسألة المياه، اعتقادي وطنيا يلزم التفكير في استغلال الموارد المائية الجوفية اللي خاصة اللي في الجنوب التونسي، والتفكير كيفاش استخدامها او استثمارها في على الاقل في وسط البلاد، باش انك تنجم توفر في جهة الساحل وفي جهة جمال زادة تنجم نوفروا موارد اخرى مائية، وعبر اقامة لما لا هكا براجات وغيره. وثم في وزارة الفلاحة انجزت دراسات في الاتجاه هذا. كذلك الاعتناء بالبذور المحلية والأصيلة، والبحث في كيفية تطويرها ومعالجتها عبر البحث العلمي وبالتعاون مع المراكز المختصة الجامعية والبحثية. كذلك في مدينة جمال اللي فيها الحرف التقليدية المتصلة بالفلاحة اللي يلزم ندعموها كيف صناعة الحديد والمحارث وغيره. شكرا سي محمد زياد الماهر. سي عبد القدوس ابراهيم، سؤالنا ليك، ما هي مقترحاتك لدعم قطاع الفلاح والموارد المائيه بجهتك جمال المنستير؟ في جمال البيه وجمال العزيزه ومعتمدية جمال واهالي معتمدية جمال،
من أهم المجالات اللي أنا حكيت عليها في برنامجي الاقتصادي. في البرنامج الاقتصادي هو مجال الفلاحة. مجال الفلاحة كما نعرف الناس كل جمال معروفة بالزيتون، معروفة بالمناطق الساقية الموجودة فيها، سواء طريق الريدان ولا زاوية قنطش ولا حتى في منزل كامل. من أهم النقاط اللي حنخدم عليها هي تطوير محطة التطهير اللي موجودة في زاوية قنطش، واللي هي تصب فيها جمال وزرمدين وزاوية قنطش ومنزل كامل، إن شاء الله قدرة ربي تتربط بها. إن احنا نطوروها لمحطة معالجة متاع مياه، إنه المياه هذه غدوة نستغلوها في الري في الأراضي الفلاحية والسقوية الموجودة في معتمدية جمال. وعلاش لا ما نزيدوش نخدم على إن احنا نزيدوا الكوتا متاع مانا بهانا للفلاحين، اللي هي وصل لها مانا بهانا، والسد اليوم متاعنا قابل إن احنا قابل طاقة استيعاب أكثر من هيك. علاش الفلاح نسيبوا له مرة في الشهر ولا ساعات حتى مرة في 3 شهور من مانا بهانا؟ كذلك باش نخدموا على احنا نعاون الفلاح على الأحداث الآبار، سواء العميقة ولا الآبار السطحية، ما غير ما ننسى العمل على قانون تنظيم المعاملات المالية والديوانية والمعاملات الجبائية، إن هي تعاون الفلاح الصغار والفلاح الجدد. كذلك في المعاملات الديوانية والمعاليم الديوانية، علاش الفلاح اليوم نخليوه إنه هو يدخل تراكتور من برا ويدخل عليه دي تاكس ودي فري في الديوانة اللي هي تكسل كاهله؟ علاش الفلاح اليوم كي يحب يشري أونجان يلقى روحه مربوط كان بثلاثة ولا أربعة من الناس؟ ما نحبش نقول كلمة لوبيات اليوم في تونس، لكن تلقى روحه كان ثلاثة ولا أربعة من الناس اللي هي نجم يشري من عندها كان هو تراكتور. علاش الفلاح اليوم كي باش ياخذ تراكتور باش يلقى روحه يحوس به ولا يمشي به للقهوه، ما باش يخدم به الارض نتاعو؟ وهذا اللي باش نخدم عليه، ان احنا نشجعوا الشباب ان هو يخدم الارض نتاعو، نشجعوه انه هو يستثمر في الارض نتاعو وما يبيعهاش ويستغلها، سواء في السقي ولا سواء في الغراسات الصغرى ولا الغراسات الكبرى كما الزيتون ولا كما الفواكه. ارضنا باهيه وارضنا ماهيش بور وما زلت تنبت، اللهم صل على النبي، ان شاء الله رغم انه كان الخير. ان شاء الله. عبد القدوس ابراهيم شكرا ليك. نمروا لفقرة الكلمات المفاتيح مع زميلتنا زهرة الفضلي، وحديث عن خطوات ما قبل فتح صندوق الاقتراع. خطوات ما قبل فتح صندوق الاقتراع. يتولى رئيس مكتب الاقتراع أو من يكلفه من الأعضاء في مرحلة إلى تعمير الجزء الأول من محضر الفرز، وذلك بتدوين البيانات التالية: اسم الهيئة الفرعية، الدائرة الانتخابية، مركز الاقتراع، رمز مكتب الاقتراع، تاريخ بداية الفرز وتوقيته، أعداد أقفال الصندوق قبل فتحه بعد مطابقته مع تم تضمينه في محضر الاقتراع، عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين المعنية، عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين على نحو الذي تم تضمينه في محضر الاقتراع، عدد أوراق التصويت المسلمة على النحو الذي تم تضمينه في محضر الاقتراع، عدد أوراق التصويت المتبقية على النحو الذي تم تضمينه في محضر الاقتراع. إثر ذلك يتلو رئيس مكتب الاقتراع على مسمع من الحاضرين أرقام أقفال الصندوق، ويطلب من ممثلي المترشحين التحقق من مطابقة أرقام أقفال الصندوق مع أرقام الأقفال المدونة في محضر عمليات الاقتراع. عدنا ويتواصل اللقاء في نحو البرلمان الدور الثاني، موعد الأربعاء 25 جانفي 2023. الآن واصل الحديث مع مرشحي دائرة جمال المنستير، سي محمد زياد الماهر وسي عبد القدوس إبراهيم. سؤالي الثالث معك سي عبد القدوس إبراهيم، الإشكاليات البيئية والتلوث ومنها شبكات التطهير، مشاكل المياه الصناعية، مشاكل مياه الصرف الصحي، هي من المسائل اللي تستوجب حلول في المنطقة متاعكم جمال المنستير. أي مقترحات لك في هذا الخصوص لو مريت تحت قبة البرلمان؟ عبد القدوس إبراهيم كرئيس بلدية زاوية قنطش ومارس أكثر من عام ونص، تعدى بالمشاكل هذه الكل، سواء مشاكل الفضلات ولا مشاكل التطهير، وأغلب المشاكل البيئية، المشاكل البيئية الموجودة في معتمدية جمال موجودة في تونس الكل. مش نلقاو حل لها الكل، لكن باش نحاولوا ونخدموا مع بعضنا ونكونوا يد واحده لحنا نطوروا. شفنا ايامات مزيانه بعد الانتخابات الرئاسيه 2019 اختلط غلينا تونسي الكل حاطين اليد في اليد وينظفوا، نخدموا على الوعي نتاع المواطنين ونخدموا على قلوبهم المزيانه ونخدموا على عقولهم النظيفه، نخدموا لحنا. علاش الايامات هذيك والاسبوع هكا اللي شفناه في تونس الكل ما يكونش موجود كل شهر، حتى يوم كل شهر مع المواطنين؟ باش نخدموا في البرنامج والمخطط الثلاثي للتنميه اللي يعني يكون جزء
من جزء من المسؤولين اللي حطته على ولايه المستير، وخاصه في معتمديه شمال، اللي احنا ننفذوه واللي احنا نحطوه على ارض الواقع، اللي احنا نمدوا قنوات التطهير، واللي احنا نوصلوا اكبر عدد ممكن من المتساكنين قنوات التطهير وقنوات تونس، باش نخدموا كذلك على ان نربطوا مدينه منزل كامل بالمحطه التطهير بزاويه قنش، محطه التطهير بجمال، واش نخدموا كذلك على تطوير محطه التطهير الموجوده في زاويه قنطش على انها تكون محطه معالجه المياه، ونخدموا بها على اساس انها تكون مياه نتاع ري ومياه ري للمناطق السقويه، وكذلك من غير ما نصبوها في وادي المالح، باش نخدموا كذلك على بناء وحمايه المناطق الموجوده كما جمال زاويه قنطش وحمايتها من الفيضانات، وهذا سبب من الاسباب وحل من الحلول اللي هي تخلينا غدوه نلقاو حل المشاكل البيئيه الموجوده اللي هي مسببه برشا مشاكل وادي المالح خاصه وادي بنيفولي واغلب المناطق الموجوده في زاويه قنطش وفي جمال وفي منزل كامل والتيارة وبير الطيب والهدادره، اغلبها فيها مشاكل بيئيه ومنها الرفع زاد رفع الفضلات اللي هما اليوم البلديات لاقيه فيها برشا اشكال، اللي احنا نخدموا على مشروع وعلى قوانين وعلى مشاريع صغرى للشباب في تثمين ورسكلة النفايات، وان هي الغدوه تنجم تلقى لها مواطن شغل برشا ماهيش شويه. نذكرك بالسؤال سي محمد زيد الماهر، الاشكاليات البيئيه والتلوث ومنها اهتراء شبكات التطهير، مشاكل المياه الصناعيه، مشاكل مياه الصرف الصحي، هي من المسائل اللي تستوجب حلول بجهتكم جمال المنستير، اي مقترحات لك لو مررت تحت قبه البرلمان؟ شكرا. مشكله المياه الصناعيه وخاصه يعني وقت اللي تتصرف في شبكات التطهير الصحي، هذا يخلق مشكلة كبيرة الحقيقة، يعني يخلي المياه التطهير الصحي في المحطة في النهائية غير قابلة لإعادة التدوير باعتبار ما تحتويه من مواد كيماوية ومواد حتى مسرطنة. إذن نعتقد أنه وقيت باش الدولة تولي تفكر في تجديد البنية التحتية القديمة. بطبيعة الحال احنا متفاهمين الوضع اللي احنا فيه توا، اما لكن ثم حاجات بسيطة نجمو نبداو بها، نجمو نبداو بتدعيم اطار التطهير الصحي. يعني احنا توا كي نلقاو في جمال نلقاو مثلا شاحنة ولا شاحنتين بتاع تطهير صحي يخدموا على ثلاثة أو أربع معتمديات، حقيقة ربي عملية مرهقة وعملية غير مجدية، وخلتنا ديما نعيشوا في حالات متاع انسداد ومشاكل يعني تتفاقم هكا وتعكر مزاج الناس وتصعب جودة الحياة نتاعهم. ولذلك يلزم الاعتناء بالشبكة هذه، بالإضافة لهكا احنا توا فرحانين بإنجاز الشبكة في بير الطيب، يلزمها توصل لبقية المنطقة الكل، تعم على منطقة بير الطيب الكل، وكذلك في منزل كامل شملتها الشبكة، ناقص أنه يكمل المشروع هذايا وتمد القنوات وتتركز يعني المسألة بالباهي. كذلك من حق للطييرة أن تنعم زادة بهالمشروع هذايا، وكذلك في الأحياء الشعبية خاصة أحياء جمال زادة وزاوية قنطش. شكرا سي محمد زياد الماهر. سؤالي الرابع ونلقيه أولا على سي عبد القدوس براهم، عديد الاستثمارات متوقفة بجهة المنستير ككل نتيجة للصعوبات العقارية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالمناطق الصناعية وبأمثلة التهيئة العمرانية، أي تصورات لمعالجة هذه الإشكالية؟ الأحياء الشعبية اللي هي في حزام منطقة جمال وكذلك المنستير. مثال التهيئة العمرانية اللي هي معضلة في ولاية المستير، ومن أهم المشاكل اللي هي قلقينها سواء في الأحياء السكنية العشوائية وإلا في المناطق الصناعية اليوم اللي هي طالبة توسع ولا طالبة أحداث. اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية باش نقوموا في دعمهم في انهم يسرعوا في مرجعه مثال التهيئه العمرانيه. شوفوا في جمال اليوم في طور التوسع عند مثال التهيئه العمرانيه والتوسيع في المنطقه الصناعيه بجمال، وكذلك منطقه الفلوجه اللي تم ادراجها في انها تدخل منطقه التوسع مثال التهيئه العمرانيه بجمال. زيد مبارك لاهالي منطقه التيارة اللي ينطلق مشروع
مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية وإدخالها مثال التهيئة العمرانية مدينة الجمال، كذلك من غير ما ننسى الانطلاق في مشروع مثال التهيئة العمرانية مدينة زاوية قنطش وأحداث منطقة صناعية في زاوية قنطش، وإن شاء الله على القريب ما نشوفوش مراجعة مثال التهيئة العمرانية متاع بلدية منزل كامل ونشوفوا أحداث منطقة صناعية في منزل كامل، باش نخدم أهم تصوراتي في برنامج الانتخابي على جلب مستثمرين المناطق الصناعية هذه، وكذلك أحداث منطقة أحداث طريق حزامية تربط ما بين طريق الغري اللي هو طريق سوسة منزل نور وتمر عبر المنطقة الصناعية بزاوية قنطش والمنطقة الصناعية بجمال ودركس الماير، وأنها تربط بالطريق تاع مدركة الساحل اللي هو طريق منزل كامل. هذه الطريق اللي هي باش تحل برشا مشاكل كذلك للفوضى والعارمة اللي هي في حركة المرور والسيارات اللي هي عندها مشاكل كبيرة، وكذلك اللي هي مأثرة خاصة يوم السوق الأسبوعي في جمال خميس وجمعة، ولينا نشوف في السوق الأسبوعي في جمال تعدى حتى لنهار الأربعاء. جلب مستثمرين المنطقة اللي هو باش يوفر برشا مواطن شغل لشبابنا، انه هو يجيبوا عباد نسهلوا لها الإجراءات الإدارية والمعاليم الجبائية كما المعاليم نتاع القباضة والإجراءات الإدارية اللي هي في المؤسسات تاع الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية، ونعاود كدورنا كنواب شعب غدوة. شكرا سي عبد القدوس ابراهيم. سؤال الان القي على سي محمد زياد الماهر. عديد الاستثمارات متوقفه بجهه المنستير جمال جهتكم ككل نتيجه للصعوبات العقاريه والتعقيدات الاداريه المتعلقه بالمنطقه بالمناطق الصناعيه ككل وبامثله التهيئه العمرانيه، تصوراتك لمعالجه هذه الاشكاليات؟ شكرا. باعتباري عضو مجلس بلدي ورئيس لجنة الشؤون الإدارية في بلدية جمال، كان لي شرف أني في خصوص مثال التهيئة العمرانية أني كنت دفعت ونظلت من أجل أنه يشمل مثال التهيئة العمرانية يشمل منطقة الطييرة ويتراجع في جمال يشمل مناطق أخرى. كذلك كان لي شرف أني في لجنة الشؤون الإدارية ثم في إطار عمل مشترك بين لجنة الشؤون الإدارية والمالية مع بعضهم قدمنا مشروع للمجلس البلدي ووقعت المصادقة عليه وانطلقنا توا في إعداد الدراسة ليه، هي جمال 2050. احنا كيف خدمنا في البلدية خدمنا على رواحنا وقدمنا حلول في مثال التهيئة العمرانية الواه باش نحاولوا نخلقوا واقع جديد في المدينة قابل للتطور. في الجانب الاستثمار مدينتي ووجهتي ودائرتي دائرة جمال تضررت جدا نتيجة السياسات اللي انتهجت خلال الفترة اللي فايتة، خاصة مسألة التوريد العشوائي والوحشي والمفرط اللي مس قطاعات كبيرة كما استيراد الأبواب الجاهزة كما استيراد في قطاع النسيج. نحن تضررنا ولذلك يلزم مراجعة المسألة هذه باش نعطيه فرصة لأولادنا باش نعطيه فرصة لشبابنا باش يستثمر في بلاده ويقعد في بلاده ما يهاجرش وما يخرجش. قداش من ديفلوبر خرج في خلال الفترة اللي فاتت على خاطر التعقيدات الإدارية وعلى خاطر المشاوير وين ولدي دارها، ونعرف مع الأسف ثم مشكل في مسألة التعقيدات الإدارية يلزم مراجعة المسألة الإجراءات ومسألة الجباية ضروري 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 توقع مراجعتها. شكرا سي محمد زياد الماهر. سؤالي الخامس والأخير سي عبد القدوس إبراهيم، أي مقترحات يمكن تقديمها لفئة الشباب حتى تكون هذه الفئة العمرية فاعلة وسباقة في إيجاد الحلول التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟ الشباب كيفاش نحكي على الشباب وأنا واحد من شباب تونس اللي اليوم واخو مسؤولية كبيرة وماهيش سهلة. شباب تونس اللي اليوم يقرأ 3 و5 سنين و6 سنين بعد البكالوريا، ساعات في شعب ما تخولوش غدوة يدخل لسوق الشغل. من أهم المبادرات اللي نحن ندخل بها غدوة مجلس نواب الشعب اللي احنا ننظم الشعاب بعد البكالوريا والشعاب الجامعية، وين نعرف اش معناها الجامعة التونسية واش نعرف اش معناها شعاب بعد البكالوريا. علاش اليوم التلميذ بعد ما ياخذ البكالوريا يمشي يقرا شعاب ما يلقاش بها غدوة خدمة؟ علاش لازمنا نراجعوا اليوم مع الجامعة التونسية هذه شعاب؟ كذلك الشباب نسهلوا لهم الإجراءات الإدارية، خليه يستثمر في بلاده
نعم خليه يخدم في بلاده. اليوم اللي يحب مشروع، اللي يحب يحل مشروع يبقى أكثر من 10 شهور باش يقعد في الإجراءات من بلاصة لبلاصة، ما بين رينو وما بين قباضة وما بين بلدية وغيرها من الإدارات التونسية اللي هي تهز وتجيبه كل يوم. هذاك علاش شبابني يحب يحرق، هذاك علاش شبابني يحب يخرج، حتى لو كان يحب يخرج وليهج نشوفه ونخلوا له ونعملوا له سبيل ونخليه له ونخليه له عوامل اللي هي تخليه في تونس، والا ننظموا اليوم الهجره السريه ولا هي الهجره غير الشرعيه بايجاد قوانين ومعاهدات غدوه في البرلمان اللي هي تسهل له الخروج لبرا وانه هو يخرج دي كونترا يكونوا منظمين وتسهل له وتنظم له وتضمن له حقه غدوه خارج ارض الوطن. شباب تونس لازمنا نخدم مع بعضنا وندخل الحياة السياسية وما نخليه حتى حد وما نخليه بلاصتنا لحد. أنت اللي تسمع فيا وأنت اللي تتفرج فيا، هذه بلادنا وهذه نشمروا على ذراعاتها ونبنيها، والبناء اليوم مهمة الشباب ماهوش مهمة حتى حد آخر. نعملوا قوانين ونشرع ونسهلوا للشباب أنه هو يدخل وياخذ بوست سواء في الحياة السياسية ولا الحياة الاقتصادية ولا في الوظيفة العمومية. وهذا علاش لازمنا نخدم مع بعضنا ونكونوا يد واحدة باش غدوة بلادنا تكون خير وتونس تكون مزيانة. بكم أنتم إن شاء الله. شكرا لك سي عبد القدوس إبراهيم. سؤال الأخير معك سي محمد زياد الماهر، أي مقترحات يمكن تقديمها لفائدة الشباب حتى يكون فئة فاعلة وسباقة في إيجاد الحلول التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا؟ تفضل. شكرا. أول شيء باعتباري ناشط في مجال الطفولة في المنظمة التونسية للطفل وفي الكشافة ورئيس المنظمة الوطنية شباب تونس، يعني هالحلقات هذه من الطفولة لمرحلة الشباب المبكر ثم الشباب اليافع. أولا ضرورة الاعتناء بالأطفال قبل كل شيء باش هو الطفل ذاك اللي باش يكبر في بيئة سليمة وفي محيط سليم. أولا ضروري أنه نخدموا مع الأطفال في مسألة البرنامج التعليمي، تعزيز المسألة الوطنية والروح الوطنية داخل البرنامج التعليمي وروح الانتماء. المسألة الثانية تعزيز القيم في البرنامج التعليمي، وبطبيعة الحال الاهتمام أكثر بالإطار التعليمي، خاصة يعني في ضربك الآليات الهشة للانتداب. الحاجة الأخرى الاهتمام بالشباب وبالمرأة العاملة في مقرات عملهم والترفيع من الأجر الأدنى المضمون هذا وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية. كذلك من بين المسائل الهامة اللي تحسن جودة الحياة وتنجم تخرج لنا أطفال محلام ويلعبوا ونخصوا لهم أماكن اللعب وإجبارية، أنا متحمس لمسألة إجبارية الملاعب الأحياء في التقسيمات الجديدة. الشباب يلزم نوطنوه في بلاده، يلزم توضع خطة وطنية لتوطين الشباب في البلاد. كذلك في مجال الربط بين المهنة بين الدراسة والمهنة، في مجال التكوين المهني ثم أمثلة في العالم أنه كيفاش يترقى الشاب من التكوين المهني حتى يتحصل حتى على دكتوراه تكوين مهني. وعنا من الكفاءات اللي يلزم نوطنها في بلادنا ونحاربوا كل أشكال الهجرة. شكرا. شكرا لك سي محمد زياد الماهر على حضورك معنا. كنت تحصلت في الدور الأول من الانتخابات على 1818 صوت، أي بنسبة 29.29%. ونذكر أنه سي عبد القدوس إبراهيم تحصلت على 1290 صوت، أي بنسبة 20.79%. حظ سعيد لكما يوم 29 جانفي.